لابيل دو ستار، واليوم معنا ضيف خاص، ضيف اللي تيكون معنا دائما في البرنامج ودائما تجاوب الاتصالات ديالنا وتعطينا صوابنا وتعطينا جوابنا وتشارك معنا دائما في الفقرات ديالنا، اللي هو الرئيس السابق، رئيس الحكومه السابق سعد الدين العثماني. تواصلنا مع واحد الراجل وتهضرنا معاه بالصوت ديال سعد الدين العثماني، وهذا الشيء اللي عطى. بلدنا اصابت الجائحه مثل مختلف بلدان العالم، ونحمد الله ان عدد المصابين يزداد يوما بعد يوم. نطلبوا الله السلامه. العدد ديالو في كل 24 ساعه كيزيد الحمد لله. خلاص كيزيد. كما نسال الله الشفاء لباقي المصابين وللجميع، كما نسال الشفاء العاجل للمصابين. التعامل ما جاتني كورونا. اريد ان اقول بان التطورات ديال هذا الفيروس هذا جديد. ايه فراسي ماشي جديد. الكورونا فيروس قديم. هو ديجا هادشي راه كاين، ديجا هادشي راه كاين، حيت راه كيعاود ليا الوالد على اللي راه دوز الامراض في نيبان هادشي. ولكن هاد النوع ديال الفيروس 19 كوفيد 19 هو جديد. الناس مازال ما عارفين سميتو، مازال ما عارفين واش كوفيد ولا متجدد. هو المهم هو جديد، مستجد ولا متجدد؟ كوفيد 19 مستجد متجدد. اعتذر، ماشي مشكل. اغلاق الحدود مازال البحري والجوي والبري امام المسافرين، الغاء عدد من التجمعات والمظاهرات، الحدود ما متجددين دابا، الغسل المستمر للايدي بالصابون او بالمعقمات او بالمطهرات. لا الدومين فاش كاين، حنا في كل شيء، في التغطيه، في كل شيء، التعطيل، في كل شيء، هذا الشيء ديال التربيه الدواجن وفي كل شيء. واش هذا الفيروس كيدور غير بالليل؟ يلاه هذا الفيروس كان بصح كيدور غير بالليل. عقلتوا على ايامات الجائحه، ادوزنا انا منعاودوا لولادنا. عرفتي دابا هاد اللي غيولد من بعد واش لا ما يتعاود على المونديال؟ ها كورونا احنا الجيل اللي تكرفص، اما كاين الجيل ده احنا ما عمرنا ما نقولوا الزمن الجميل رجع نهائيا. احنا مستحيل نقول هذا الهضره، ماشي بحال والدينا ديما تيقول لنا الزمن الجميل ودوزنا ودرنا وفعلنا وتركنا. احنا الحمد لله نقولوا ما خلينا ننسى داكشي كامل اللي دوزنا.